أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. قدم معهد الإدارة العامة بيبا محاضرة بعنوان منظومة القيم وصناعة الثقافة المؤسسية لمنتسبي برنامج قيادات الذي يقدمه المعهد ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية. تفاصيل المحاضرة في سياق التقرير التالي. إيمانا منه بأهمية إيجاد منظومة للقيم المؤسسية الموحدة في كافة مؤسسات مملكة البحرين الرسمية، كونها تشكل عاملا أساسيا في رفع كفاءة وجودة العمل في القطاع العام وتحسين مستويات إنتاجية الموظفين بما يرتقي بالمخرجات الحكومية وتحقيق طموحات وتطلعات الوطن والمواطنين. قدم معهد الإدارة العامة بيبا محاضرة بعنوان منظومة القيم وصناعة الثقافة المؤسسية لمنتسبي برنامج قيادات الذي يقدمه المعهد ضمن البرامج الوطنية لتطوير القيادات الحكومية. إذا ما كانت عند القائد قيم حقيقية اللي هي الكور فاليوز، ما راح يقدر يغير ويطور في واقع عمله، لأن اللي حوله بيشوف أن القيم عنده فيها إشكالية، فيها نقص. فتطوير القيم عند القائد خليناها إحنا جزئية رئيسية في تطوير القيادات في البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية. يا رب يقدرنا أن إحنا نقدر نوصل معاهم إلى بالفعل أن يكون عندنا تطوير على جميع الخدمات والسياسات والعمل اللي نقدمه حق المواطن. وترتبط القيم المؤسسية التي يسعى المعهد لترسيخها بشكل محوري بالقيم الوطنية التي تعمل مبادرة بحريننا على ترسيخها في المجتمع البحريني، كونها مستندة من دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني وبرنامج عمل الحكومة، بالإضافة إلى رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 والتي تشكل في مجملها المرتكزات الوطنية لمملكة البحرين. معهد الإدارة العامة هم إحدى شركاء الخطة الوطنية. طبعا خطة بحريننا والخطة الوطنية هي مركزة على محورين: تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة. اليوم من ضمن الطرح اللي قدمونه معهد الإدارة العامة ودكتور رائد بن شمس منظومة القيم على المستوى الوطني وعلى المستوى المؤسسي وعلى المستوى الشخصي. دور القيم طبعا محوري في المؤسسات اللي احنا نعمل فيها، وتأثيرها جدا كبير على المجتمع. احنا كنا كقيادات نتطلع ان احنا ننقل هذه القيم اللي نعمل على اساسها، بحيث ان احنا ننقلها حق الموظفين على اساس يكون سير العمل على اكمل وجه واكفأ جهد. وتعد القيم المؤسسية الأساس الذي يبنى عليه الطموح المؤسسي، الذي هو انعكاس لطموح المواطنين في رفع جودة وكفاءة الخدمات والمشاريع الحكومية التي ترتقي بمملكة البحرين ومكانتها الإقليمية والعالمية، كما أن الرؤية المستقبلية لواقع المملكة وإنجازاتها على كافة الأصعدة تنبثق من القيم المؤسسية التي يعمل الجميع على تحقيقها، انطلاقا من الحرص على تحقيق التكامل بين العمل الحكومي وتطلعات المواطنين.